الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد وقفنا عند الباب الحادي عشر، وهو قوله: باب بيان الشرك الذي كان عليه مخالف الرسل عليهم الصلاة والسلام. تقدم معنا أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. فإذا كان التوحيد ثلاثة أقسام، فسيكون الشرك ثلاثة أقسام كذلك: شرك في الألوهية، وشرك في الربوبية، وشرك في الأسماء والصفات. بعث رسل الله عليهم الصلاة والسلام إلى قوم مشركين، إلى قوم مشركين، حكم الله عليهم بأنهم مشركين، بأنهم مشركون، وحكم عليهم بالنار، وأمر رسله بقتالهم. فاستحل رسول الله صلى الله عليه وسلم دماء هؤلاء وأموالهم. فالبحث هنا في بأي أنواع الشرك كانوا متلبسين، ما الشرك الذي كانوا متلبسين به؟ هذا ما يتبين من خلال هذه النصوص. أولها قول الله جل وعلا: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. لمن الأرض ومن فيها؟ من مالك الأرض ومن فيها؟ الله أقر بذلك. وهذا المعنى راجع لأي النوع من أنواع التوحيد؟ الربوبية. قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله. يقرون بأن الله رب السماوات ورب العرش. قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء، وهذا عموم بعد خصوص. من بيده ملكوت كل شيء، له الملك المطلق الذي يملك كل شيء جل وعلا. وهو يجير أي يغيث من شاء من عباده، لا يدفع غوث الله أحد. إذا أراد أن يغيث أحدا عبدا فإنه لا راد لغوثه جل وعلا، ولا يجار عليه. إذا أراد الله إنزال بأسه بأحد لم يقدر أحد على رد بأس الله وعذاب الله. إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، يقرون بأن الله عز وجل الذي له التدبير ومشيئته نافذة ولا راد لما قضى جل وعلا، لا معقب لحكم الله، هذا يقرون به. قل فأنى تسحرون. كل هذه المعاني راجعة إلى توحيد الربوبية. قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم، هذه الآية الثانية، من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يجيبون ويقرون بأن الذي خلق السماوات والأرض هو الله، لا خالق لهما سواه جل وعلا. إذن المشركون أقروا بتوحيد الربوبية في الجملة، هذا ما تدل عليه هذه الآيات. لذلك قال أهل العلم: الإقرار بمجرد توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية، يعني من أقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر فقط ولم يوحد الله في العبادة، فإنه لا يكون مسلما ومصيره إلى النار. لذلك قالوا، نعود للجملة الأولى نكملها: الإقرار بمجرد توحيد الربوبية لا يكفي في التوحيد ولا ينجي من النار، لا ينجي من النار. رجل يقر بأن الله هو الخالق المالك المدبر ولكنه يعبد غير الله، هذا حال المشركين الأولين. حكم الله عليهم بأنهم كفار، بأنهم مشركون، وقاتلهم محمد صلى الله عليه وسلم، فعلم بهذا أنه لا بد من تحقيق توحيد العبادة لمن أراد النجاة في الآخرة. لا يمكن أن ينجو أحد يوم القيامة إلا إذا
اعتقد أنه لا معبود بحق إلا الله ثم لم يعبد غير الله، لا بد من هذا. طيب، إذا علمنا أن المشركين الأولين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ومع ذلك استحل رسول الله دماءهم وأموالهم، إذن كيف يكون معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله؟ كيف يكون هذا؟ خطأ عظيم هذا. كيف يكون معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله ويقر به المشركون، نعم، ثم يقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذن معنى لا إله إلا الله ليس هو لا خالق إلا الله، لأنه لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لقالها المشركون. إيش المشكلة عندهم؟ هم يقرون بأن الله لا خالق إلا الله، يقرون بأن الله لا خالق سواه. لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لقالوا لا إله إلا الله وانتهى الخلاف. علم بهذا أن لا إله إلا الله تخالف ما هم عليه، وأنها لا تدل على توحيد الربوبية، وإنما تدل على ماذا؟ على توحيد العبادة أو الألوهية. لذلك وصف الله عز وجل هؤلاء بأنهم مشركون، مع أنهم أقروا بتوحيد الربوبية بالجملة. قال الله عز وجل: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه فسرها ابن عباس، قال: من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء، من خلق الأرض، من خلق الجبال، قالوا الله، وهم مشركون، أي في العبادة. فبهذا يتضح معنا بيان الخطأ العظيم الذي يقع فيه من يقول بأن لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، وبيان التوحيد الذي بعث به الرسل، وبيان الشرك الذي كان عليه أعداء الرسل. كل هذه تتضح معنا من خلال هذه الآيات. قال: وقوله: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه حكاية عن قول هؤلاء المشركين أنفسهم يشركون في العبادة كما تبين، لكنهم حين شركهم في العبادة لهم مقصود، يعبدون غير الله بقصد أن تقربهم معبوداتهم إلى من؟ إلى الله جل وعلا. قال جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء يقولون ما نعبدهم، أي هؤلاء الأولياء، إلا يقربون إلى الله زلفى. فهل عذرهم الله بهذا العذر؟ هل قبل حجتهم؟ لا، بل قال بعد ذلك: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فحكم عليهم بالكفر مع أنهم احتجوا بهذه الحجة. ثم في الآية التي تليها قوله جل وعلا: ويعبدون من دون الله، أي هؤلاء المشركون، ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهل عذرهم الله؟ لم يعذرهم. قال: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، سبحانه وتعالى عما يشركون. فسماهم مشركين مع أنهم ماذا قصدوا من عبادتهم غير الله؟ أن تشفع لهم هذه المعبودات عند الله، فلم تنفعهم هذه الحجة. فإذا جاء أحد اليوم في هذا الزمان وقال: أنا أعبد الولي الفلاني، أعبد القبر، أتقرب إليه، هو لا يقول أعبد، يغير في العبارات، يحتاط في العبارات، قل: أنا أدعو الولي الفلاني، في جاوة يقولون كياي، أيوة، يدعو هذا الكياي من دون الله عز وجل، لكنه ماذا يقول؟ أنا لا أعبده، أريد منه، أنا أريد أن يشفع لي عند الله. ماذا نقول له؟ نقول له: حجتك هي حجة هؤلاء،
ولم تنفعهم عند الله، ليست حجة مقبولة، هذه حجة مردودة، لأن العبادة حق لله عز وجل، لا يجوز أن تصرف لغير الله بأي مقصود، أي عبادة، أي شيء ثبت أنه عبادة فهو حق لله تبارك وتعالى، لا يجوز أن تتقرب به لأحد، دعاء، ذبح، نذر، توكل، إنابة، افتقار إلى الله عز، افتقار، أي عبادة، إنابة، توبة، سمي ما شئت من العبادات، أي عبادة هذه حق لله، لا يجوز أن تتقرب بها إلى أحد سوى الله تبارك وتعالى. فحجة المشركين في تسويغ شركهم، في تجويز شركهم بأنه لطلب القربة والشفاعة، هذه حجة داحضة غير مقبولة لا تنفع، لأن الله في هاتين الآيتين سمى هؤلاء مشركين، سماهم كفارا، فلا بد من ضبط هذه الأمور، لأن الشيطان يلبس على بعض هؤلاء، تجده يتقرب لأصحاب القبور، يتقرب للأموات، يتقرب للصالحين، ثم يقول أنا لا أريد منهم، أنا أريد أن يشفعوا لي، أن يقربوني إلى الله، أنا مذنب. نقول له قولك كقول أبي جهل وأبي لهب، ولم ينفعهم هذا عند الله، فإياك إياك أن تصرف حق الله إلى غيره، هذا حق لله عز وجل، وهذا بين في آيات كثيرة تقدم معنا منها جملة. ثم أورد المؤلف حديثين، الحديث الأول في بيان تلبية المشركين، يقول ابن عباس كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، فيقول رسول الله قد يعني كفاكم، قفوا هنا يعني لا تكملوا، قال فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. انظر هذه التلبية، تلبية إبراهيم هي التلبية التي نلبي بها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، جيد، هذه تلبية الإسلام. المشركون حرفوا التلبية، قالوا لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، والعياذ بالله، يعني يعتقدون بأن الله هو الذي يملك هذا المعبود الثاني، هم يشركون مع الله غيره، فيعتقدون أن الله أجل معبود وأنه مالك الجميع، ومع ذلك يشركون به والعياذ بالله. فمع أنهم كانوا يعتقدون بأن الله هو أجل المعبودات وهو مالك الجميع، مع ذلك لما صرفوا العبادة إلى غير الله كفروا وصاروا مشركين بهذا. وهذا كذلك في الحديث الذي يليه، يقول الله في الحديث القدسي وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، كلهم على الحنيفية، إيش الحنيفية؟ التوحيد، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، صرفتهم واستزلتهم فأخرجتهم عن التوحيد الحنيفية، فحرفوا وبدلوا هذا الدين فصاروا يعبدون مع الله غيره. فعلم بهذا أن الشرك في العبادة حكمه واحد، كله شرك، وأن مجرد صرف العبادة إلى غير الله شرك، سواء كان هذا المشرك به حيا أم ميتا، يطلب منه الشفاعة أو يطلب منه بنفسه أن يقدم له، أن مثلا يعطي ويرزق، أو طلب منه أن يشفع له عند الله، كله شرك، لأن العبادة حق لله تبارك وتعالى. الباب الثاني عشر، باب كل من عبد غير الله فهو مشرك أيا كان معبوده. الشرك له حقيقة هي صرف العبادة إلى غير الله، كل من وقع في ذلك فقد أشرك والعياذ بالله، دون النظر إلى معبوده، عبد حجرا، عبد شجرا، عبد
حياً عبد ميتاً، عبد صالحاً عبد طالحاً، عبد أي معبود، عبد فأراً عبد عجلاً عبد. العبادة حق الله، العبادة حق الله، إذا صرفت لغيره فهذا هو الشرك دون النظر إلى المعبود. هذا ما تبينه آيات الكتاب العزيز، ويؤكده أن الله تبارك وتعالى ذكر عن المشركين أنهم ليسوا جميعا يعبدون الأصنام الحجر، بل منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الجن، ومنهم من يعبد الشجر، ومنهم من يعبد الحجر، ومنهم من يعبد الأصنام. فالمشركون كانوا مختلفين في معبوداتهم، لكن حكمهم واحد، حكمهم عند الله واحد، لأنهم صرفوا حقه إلى غيره. نسأل الله السلامة والعافية. هذا بين في الآيات، يقول الله عز وجل: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. إذن منهم من اتخذ الملائكة والنبيين أربابا. قال الله عز وجل: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. إذن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام وأم مريم عبدا في الدنيا، وهذا الحاصل المشاهد. قال عيسى، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. عيسى عليه الصلاة والسلام ينسب الحق إلى صاحبه وهو الله تبارك وتعالى، يقول عيسى ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، هذا ليس حقي، هذا حقك يا رب، فكيف أنسبه لنفسي؟ تأمل في هذا الموقف والذي يلي عن الملائكة بعد قليل، تأمل الافتقار، الافتقار إلى الله عز وجل، واستشعار عظمة حق الله، واستشعار سوء الشرك، وعظم خطورة الشرك، وعظم ذنب المشرك. لما عيسى يسأل يوم القيامة أنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين، قل سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، يسبح الله وينزهه أن يدعي ذلك، وهو نبي من أنبياء الله، رسول من رسل الله، من أولي العزم، يعلم عظيم حق الله وعظيم ما يجب إلى الله عز وجل من التعظيم والتكريم والتبجيل جل وعلا. إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، هو ربي كما هو ربكم. افتقار إلى الله، تبرؤ من الشرك وتبرؤ من المشركين، وهذا من خزي النصارى يوم القيامة، الله يخزيهم فيتبرأ منهم هذا النبي الكريم الذي كانوا يعبدونه في الدنيا. الآية الثالثة قول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون، أولئك الذين كانوا يدعونهم في الدنيا يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هؤلاء المدعوون الذين تعبدونهم هم موحدون، أنتم تعبدون عبادا لله موحدين، فكونوا موحدين مثلهم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، يخافون الله ويعظمون الله ويرجون رحمة الله، فاعبدوا الله ووحدوه كما أن معبوديكم يوحدون الله. وفي الآية التي تليها: ويوم يحشرهم جميعا، يحشر المخلوقين جميعا الذين عبدوا والعابدين، ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك كما قال عيسى سبحانك، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم
بل كانوا يعبدون الجن. يتبرأ الملائكة ممن عبدوهم في الدنيا. هذه الآية في عبادة الملائكة، أولئك الذين يبتغون، هذه في عبادة الصالحين من الجن ومن غير الجن. الآية التي تليها: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر. إذن من المشركين من كان يعبد الشمس والقمر. قال جل وعلا في آية آخر آية: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات هذا صنم كان يعبد في بعض قبائل العرب. قال العلماء: إما هو قبر الرجل الذي كان صالحا فعبدوه، كان صالحا فلما مات عبدوا قبره، أو هي صخرة. اللات هذه صخرة، كان هناك في ذاك الزمان رجل صالح يطعم الحجيج، يلت لهم السويق على هذه الصخرة، فلما مات عبدوا هذه الصخرة. فاللات هذا يرجع إلى عبادة الصالحين. والعزة، العزة شجرة، شجرة كانت تعبد حتى أمر صلى الله عليه وسلم بقطعها. ومنات، منات صنم كان يعبد في بعض قبائل العرب، كلها هذا حجر وهذه شجرة. يظهر معنا من الآيات أن الله عز وجل سمى الجميع مشركين، وأن المشركين الذين نزل فيهم القرآن كانوا يعبدون آلهة متنوعة، وأن ذلك لم يؤثر في الحكم شيئا. كلهم عند الله كفار، وكلهم عند الله مشركون. فمن عبد الصالح دون الله كالذي يعبد الشجر والحجر، سواء، لا فرق بينهما، لا فرق بينهما عند الله، لأن العبادة حق الله، فيجب أن لا تصرف إلا له تبارك وتعالى. الباب الثالث عشر: باب إبطال التعلق بالأنبياء والصالحين. وهذا الباب من أهم أبواب الكتاب في الحقيقة، من أعظم أبواب الكتاب هذا الباب، وفيه جملة من النصوص، أولها قول الله جل وعلا: قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. قالت لهم رسلهم للذين كذبوهم: إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. فرسل الله بشر من حيث البشرية، هم مثلنا، ولكن الله أكرمهم بماذا؟ أكرمهم بالنبوة والوحي، فبهذا اختصهم، فهم عباد من عباد الله، بشر كما نحن بشر وفينا صفات البشرية، فهم بشر من هذه الحيثية، هم بشر أكرمهم الله بالنبوة والوحي. والعبد لا يعبد، العبد لا يعبد، إذا كانوا عبادا لله وبشرا فكيف يعبدون؟ الذي خلقهم هو المستحق لأن يعبد، هم يعبدون الله فكيف يعبدوا من دون الله؟ فالعبد لا يعبد والرسول لا يكذب. الرسول أي رسول؟ مدام من عند الله يجب ماذا؟ تصديقه، يجب أن يصدق وأن يطاع وأن يمتثل أمره ويجتنب نهيه. فالعبد لا يعبد والرسول لا يكذب. الآية التي تليها فيها حجة أخرى على إبطال التعلق بالبشر. يقول الله جل وعلا: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. هذه آية برهان من الله على عدم استحقاق عيسى وأمه للعبادة. ما هو البرهان؟ من يعرف؟ نعم، بارك الله فيك. كان يأكلان الطعام، من كان يأكل الطعام فلا بد أن يخرج منه الطعام، فضلات الطعام لا بد أن تخرج، فكيف يعبد من كان هذا حاله؟ لذلك قال الله: انظر كيف نبين لهم الآيات.
هو رسول، المسيح رسول كالرسل الذين سبقوه، يأكل الطعام وكانوا يأكلون الطعام، فكيف يعبدوا من دون الله؟ قال الله عز وجل هذه الآية الثالثة آمرا محمدا صلى الله عليه وسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. محمد صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. إذن هو صلى الله عليه وسلم ما حاله؟ لا يعلم الغيب. قال: وما مسني السوء. إذن هو لا يعلم الغيب ويمسه ماذا؟ السوء. إذن لا يستطيع أن يدفع عن نفسه السوء، فكيف يدفعه عن غيره؟ إن أنا إلا نذير وبشير. هذه حاله، صفته، هذا وصفه، أنه صلى الله عليه وسلم نذير وبشير أرسله الله، ليس إلها ولا يستحق العبادة صلى الله عليه وسلم مع عظم شأنه، إلا أن الله تبارك وتعالى خالقه ومدبر أمره، وهو صلى الله عليه وسلم مفتقر إلى ربه، وكل العباد مفتقرون إلى الله، فوجب على جميع الخلق أن ينزلوا حوائجهم بمن؟ برب السماوات والأرض، رب العالمين جل وعلا. قال تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. يا محمد صلى الله عليه وسلم، إنك لا تملك هداية التوفيق. هداية التوفيق هذه ملك لله عز وجل، يقذفها في قلب من شاء، لا يملكها صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية نزلت في قصة أبي طالب، وهذا الحديث نقرأه. يقول المسيب بن حزن رضي الله عنه والد سعيد بن المسيب، قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله، فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. هذا أبو طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يذب عن رسول الله، كان مشركا ويذب عن رسول الله وينصره. فلما حضرته الوفاة كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص ما يكون على أن يهتدي هذا الرجل، على أن يموت على الإسلام، حرص أشد الحرص. فقال لعمه: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة تقولها تنجو يوم القيامة، أشهد لك بها عند الله. إذا إن لم يقلها هل بقي حجة لرسول الله يحتج بها؟ ما بقي، لأن الله رب العالمين قضى بأن من مات على الكفر ما مصيره؟ النار. لا يملك أحد، لا محمد صلى الله عليه وسلم ولا جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا أي مخلوق من خلق الله، لا يملك أن يمنع النار عن أحد أوجب الله عليه النار، استحق النار، لا يملك. لذلك قال: قل كلمة، قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله. هذا الذي يملكه صلى الله عليه وسلم، يدعوه، هذه هداية الدلالة، يملك أن يدعوه، يملك أن إذا قال لا إله إلا الله يشهد له عند الله أنه قالها، أما إن لم يقلها فلا يملك له شيئا صلى الله عليه وسلم. لذلك قال في آخر الحديث: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. مات أبو طالب على ماذا؟ هو على ملة عبد المطلب، نسأل الله العافية. آخر كلمة قالها أبو طالب ليس لا إله إلا الله، قال هو على ملة عبد المطلب، على ملة أبي. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وأنزل في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله لا يهدي من يشاء. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك هداية القلوب،
هداية التوفيق لا يملكها، ولا يملك مغفرة الذنوب، لا يملكها، إنما هي ملك لله عز وجل، تطلب من الله تبارك وتعالى. كما أننا الآن علمنا أن الهداية، هداية التوفيق ملك لله، ومغفرة الذنوب ملك لله، إذن ممن تطلب؟ تطلب من الله، لا من ملك مقرب ولا من نبي مرسل، بل هي من خصائص الله في ماذا؟ من يعرف؟ في الربوبية، في الأفعال. المغفرة فعل لله. ماذا عرفنا توحيد الربوبية؟ إفراد الله بأفعاله. المغفرة فعل من أفعال الله، مغفرة الذنوب، والهداية، هداية التوفيق فعل من أفعال الله. إذن هما حق لله فلا يطلبان من غير الله، من أي أحد كائنا من كان. الحديث الذي يلي السابق، حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. في هذا الحديث، الشاهد من هذا الحديث أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لم يقدر أن يدفع عن نفسه ما حصل له يوم أحد، لم يملك أن يدفع عن نفسه الأذى، فكيف يدفعه عن غيره؟ وفيه من جهة أخرى عظيم ما لاقى صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة إلى التوحيد. يقول عليه الصلاة والسلام: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله؟ هو يدعوهم صلى الله عليه وسلم إلى الله ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وهم يقابلون ذلك بهذا الإيذاء له صلوات ربي وسلامه عليه. وفي نفس القصة حديث ابن عمر التالي: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا، من المشركين، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. كان صلى الله عليه وسلم يقنت قنوت النازلة، يدعو على هؤلاء الذين آذوا، وسمى ثلاثة من صناديد المشركين، فأنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء، أي ليس لك من الحكم في العباد شيء، بل الحكم إلى الله. قال جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الحكم فيهم إلى الله، إن شاء تاب عليهم وإن شاء عذبهم. إنما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم مبلغ منذر، لا تملك إلا هذا صلوات ربي وسلامه عليه. فشاء الله عز وجل أن يسلموا هؤلاء جميعا، هؤلاء الثلاثة الذين يلعنهم صلى الله عليه وسلم في الصلاة في القنوت وآذوه، ويؤمن الصحابة على دعائه، ومع ذلك لم يستجب الله له هذا الدعاء. فالأمر كله إلى الله تبارك وتعالى، كل الأمور إلى الله. لا يملك صلى الله عليه وسلم إلا أن يمتثل أمر ربه تبارك وتعالى. ثم أورد حديث أبي هريرة، حديث عظيم فيه ابتداء دعوته صلى الله عليه وسلم. قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. أمره الله بدعوة الأقربين نسبا، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، هذه من الراوي: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، وهو عمه صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة
ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هذا الحديث العظيم درس عظيم في التوحيد. محمد صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق عند الله لا يملك لأقرب الناس إليه نسبا يوم القيامة، لا يملك لهم لا جنة ولا نجاة من نار، بل حتى ابنته أقرب الناس إليه وكان يحبها حبا عظيما، حتى قال فاطمة بضعة مني، يعني قطعة مني، يقول لها سليني من مالي ما شئت. الآن كل منا في أو أكثرنا في جيبه محفظة للفلوس، دمبت فيها فلوس، هذا مالك تملكه. يقول صلى الله عليه وسلم لفاطمة من مالي أعطيك، لأنه يملك ماله، أما الجنة والنار فليس له فيها عليه الصلاة والسلام. هذا يقول لفاطمة، فبهذا تعلم أن القرب من رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة ليس بالأنساب يا عباد الله، ليس بالأنساب يوم القيامة. قال الله عز وجل وتقطعت فلا أنساب بينهم، قال جل وعلا فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ليس بينهم الأنساب، لا تنفع يوم القيامة. ما الذي ينفع؟ التوحيد والتزام السنة. لذلك أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأنه يذاد أقوام عن حوضه، يطردون عن حوضه يوم القيامة، فيقول عليه الصلاة والسلام إنهم مني، وفي رواية أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك. أعظم حدث حدث، أعظم حدث من الإحداث حصل بعده صلى الله عليه وسلم، الشرك بالله. فماذا يقول صلى الله عليه وسلم وهو الرؤوف الرحيم؟ ماذا يقول؟ سحقا سحقا لمن غير بعدي. الذي يحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولو كان أقرب الناس إلى النبي نسبا، يقول له يوم القيامة سحقا سحقا لمن غير بعدي. فمن أراد القرب من رسول الله يوم القيامة صلى الله عليه وسلم فعليه بالتوحيد، عليه بالتزام السنة، عليه بالثبات على هذا المنهاج. لذلك لما سأل أبو هريرة، والحديث سيأتي معنا إن شاء الله، سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ ما قال له بنو هاشم ولا أولاد فاطمة ولا أولاد علي بن أبي طالب، ما قال له هذا، قال له من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. الأنساب هذه لا بد معها من التوحيد، من تعظيم الله وإجلاله وحده لا شريك له، لا بد معها من التزام السنة، فإن هذا طريق القرب من النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا كيف كان أبو لهب وأبو طالب في النار وهما عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلال الحبشي وصحابة يبتعدون عنه في النسب، بلال يبشر بالجنة وهو من غير العرب، لكنه عظيم المنزل عند الله بتمسكه بالتوحيد، بحبه لله وحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بتمسكه بالسنة وحرصه على التزام أمر النبي عليه الصلاة والسلام، هذا سبيل النجاة يوم القيامة يا عباد الله. آخر حديث في الباب وبه نختم، حديث ابن مسعود يقول دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في مرض موته، وهو يوعك وعكا شديدا، فمسسته بيدي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا، من شدة الحرارة التي أصابته، أصابت بدنه صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله أجل إني أوعك
كما يوعك رجلان منكم. فقلت ذلك أن لك أجرين، فقال أجل. صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يمرض ولا يملك أن يدفع عن نفسه المرض، ويموت وقد مات، توفي صلى الله عليه وسلم وما يملك عن نفسه دفع الموت ولا المرض ولا الأذى، فكيف يدفع عن غيره؟ كيف يدفع عن غيره؟ كيف يكشف الكروب والملمات وقد أفضى إلى ربه تبارك وتعالى، أفضى إلى الله تبارك وتعالى، توفاه الله عز وجل واختاره لجواره تبارك وتعالى، فهو صلى الله عليه وسلم توفي. أما حياته صلى الله عليه وسلم وحياة الأنبياء فهي حياة برزخية، حياة خاصة لا نعقلها، ليست هي حياة الدنيا، وإلا لو كانت حياة الدنيا لا ما دفن صلى الله عليه وسلم، كيف يوضع عليه التراب وهو حي؟ حياة الدنيا، حياته صلى الله عليه وسلم وحياة الأنبياء بعد موتهم هذه حياة ليست كحياتنا اليوم ونحن أحياء جميعا، نسأل الله أن يحسن لنا الختام، هذه حياة غير هذه الحياة. فبعد أن توفي صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يسأل شيئا أيا كان، لا يجوز أن يسأل صلى الله عليه وسلم. في الدنيا كان الصحابة يسألونه أشياء يقدر عليها، فإذا كانت عنده أعطاهم، إن لم تكن عنده اعتذر إليهم. فاطمة هذه رضي الله عنها جاءت تسأله خادما، ابنة محمد صلى الله عليه وسلم، يشق عليها العمل وليس عندها خادم، فجاءت تطلب من أبيها خادما، فماذا علمها؟ أعطاها خادما؟ ما أعطى، ما عنده عليه الصلاة والسلام خادم يعطيها، فعلمها الذكر المعروف تعرفونه جميعا، سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله 34، الله أكبر. هذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه الصحابة كما في سورة التوبة في غزوة تبوك، يريدون ما يحملهم عليه، يريدون دابة، ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. إذن النبي ما كان يملك كل شيء يطلب منه في الدنيا، ما كان يملك، أما الآن فقد توفاه الله، فلا يجوز أن يطلب شيء من أحد إلا من حي حاضر قادر، والنبي عليه الصلاة والسلام قد توفاه الله، فلا يجوز أن يسأل أي شيء بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. ونقف عند هذا القدر ونكمل في الغد إن شاء الله، وجزاكم الله خيرا، وجزا الله الشيخ أستاذ ميزان خير الجزاء على ما قدم، وبارك الله فيكم جميعا.